لقمة ولا عادي إن موت وانت تعيش في نعمة ما تقدر تمشي في طريق فيلو ألف عقبة انت يماني يماني يعني أوثق طبقة خليج كريف اصنع في النهاية هنا انتاج يخلص انتاج ادعس عليه لأنه ما نحتاجه ما تقدر طالب بحقك وتقول أبغى دفتر القضية تقفل والقاضي أعمى قالوا ما في أي وظائف والأجانب هم سبب شلنا عفنك من تحتك كيف ترمي علينا العتب الأجانب بل البلد ما في أي وظيفة الأجانب هم اللي خلوا بلادكم نظيفة انت تشتغل ست ساعات هو شغل دبلها والراتب 2000 شل الوظيفة لو تقبلها يمكن تاخد لقمة عيشي وضيق انت النطاق أجنبي يعني زبال وخادم وحلاق لو ترضى انت بهذه الشغلة نحن عنها نتخلى لكن ما بترضى تبغى آخر سيارة وفلة قالوا ما نبغى أجانب كم سعودي بصم شغلة مرضت بي اشتغلنا كيف انت تتكلم الفكر ضال والعيون صارت مخشية لو للحاج الأجنبي ما اشتغل على العربية انت اجنبي انا زيك عربي لولا الحاجة ما جيتكم ولقمتكم عارني نفسي ضاقت اكثر من مرة حاولت انرشيها لكن قالت كيف اشوف الدول في دولة ولد فيها اعتبرتها بلادي والنشط غرسته لكن الخطة جاي يشتغل وبكرة ينتهي وقته هنا ولدت وعشت واشوف اليمن غربة لكن جتني ضربة وقتها عرفت اني في غربة انا شغال 12 ساعة اخدم هذا المجتمع لكن ما شفت منه وقت شفت انه علي اجتمع قالوا اسكت لا تتدرك واللي في قلبك اكبر همت قلبي غنيمة ومايكي رفض يسكت قالوا كيف تتكلم على دولة كلت فيها لقمة كانت لقمة لكن من كاس الأسيد شربت الجغ مهرج برنامج الثامنة سد العزيمة لولا الأجنبي يا محنك انت الحين عايش في خيمة عايش في واقع قدر والواقع ظلمني كل ما اتكلم اسمع انت أجنبي تخدمني يمكن جسمي ينسجل لكن عقلي يبقى حر لأجل كده بعت الطرب واشتريت الراب الحر عايش في واقع قدر والواقع ظلمني كل ما اتكلم اسمع انت أجنبي تخدمني يمكن جسمي ينسجل لكن عقلي يبقى حر لأجل كده بعت الطرب واشتريت الراب الحر جي واندا فوجي سي عادي ان موت وانت تعيش في نعمة ما تقدر تمشي في طريق فيلو ألف